أشكر فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي على كلمته، وأدعو فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السادة رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسمي ووفد جمهورية السودان أن أتقدم لجلالتكم بخالص التهاني بمناسبة توليكم رئاسة القمة العربية في دورتها 28، ونحن على يقين أن هذه القمة ستحقق بقيادتكم الحكيمة نجاحا في معالجة كافة الملفات المطروحة عليها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف بحكم الولاية الهاشمية الراسخة عليها. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لما بذله وحكومته من جهود مقدرة خلال قيادته للدورة السابقة. ويمتد التقدير لمعالي السيد أحمد أبو الغيط وطاقمه لما بذلوه من جهود متصلة ومتابعة دقيقة لتنفيذ مخرجات القمة السابقة والإعداد لاجتماع قمتنا الحالية. سيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نلتقي اليوم وأمتنا العربية تمر بظروف وتحديات جسام لا تخطئ العين ولا تحتاج للشرح والتحليل، فقضينا وقتا طويلا في توصيف الأزمات التي تواجهنا وتستهدف أمتنا واستقرارنا وسلامة دولنا. ولعلنا لسنا في حاجة للتأكيد أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والفكرية التي تواجه أمتنا تحتم علينا مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك وإعلاء قيم الحوار، وأن ندرك أن الخروج من هذه الأزمات يكمن في وعينا وإدراكنا بأننا نمثل قوة بشرية واقتصادية وسياسية وعسكرية لا يستهان بها، إذ ما قدر لهذه الموارد أن تتوحد وتتكامل وتسخر في خدمة قضايانا المشتركة. وفي ضوء ذلك نجد أنه من الضروري أن تخرج قمتنا هذه بقرارات من شأنها توحيد الكلمة ورص الصفوف لإنهاء الأزمات التي عصفت بمنطقتنا من كل جانب واستنزفت مواردنا وطاقاتنا ووقتنا حتى نتفرغ للبناء وإعادة الإعمار تحقيقا للأهداف السامية التي أنشأت من أجلها الجامعة العربية والمتمثلة في تحقيق التضامن العربي والوحدة الاقتصادية واستعادة الحقوق المسلوبة لأمة العربية. كما إننا نتطلع لولوج مجالات جديدة، وأود هنا أن أقترح عقد قمة ثقافية عربية تدعم جهودنا المشتركة للتوافق العربي ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي. سيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، إننا إذ نؤكد هنا على موقفنا الثابت من قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، فإننا نأمل أن ترسل قمة عمان العربية هذه رسالة قوية وحاسمة بشأن ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته وتطلع شعبه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما لا ينبغي السماح بالتراجع عن حل الدولتين، ويتعين أيضا
أن تتعزز المصالحة والوحدة الفلسطينية، وأن يشكل الوفاق العربي سنداً لهذه القضية، كما نتطلع إلى تعزيز التنسيق والتفاهم الإقليمي والدولي لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية. وأسمحوا لي هنا أن أغتنم هذه السانحة لأعيد تأكيد مواقفنا المعلنة تجاه الأزمات في منطقة العربية، ولا سيما دعمنا الكامل للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لتحقيق استقرار وسلام اليمن الشقيق، وكذلك دعمنا اللامحدود بقوة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج، وضرورة التوصل إلى ما فيه سلام واستقرار ليبيا عبر تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء لا تستثني أحدا، بعيدا عن الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية، استنادا إلى مقررات ونتائج اتفاق الصخيرات. وأما بشأن الوضع في سوريا، فإننا إذ نؤكد على قرارات القمم العربية السابقة، نجدد موقفنا الثابت بضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري من خلال التوصل لحل سلمي يحقن دماء أبنائها ويبسط الأمن والسلام والاستقرار في ربوعها ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. إننا نتابع اهتمام بالغ مجريات الأحداث في العراق الشقيق، آملين أن يسود الأمن والسلام ربوعه وأن يجتاز الظروف التي يمر بها، ومكافحة الإرهاب بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق. لعلنا نتابع أيضا ظاهرة الإرهاب الغاشم التي تضرب العالم والتي تستهدف أمننا أيضا، راجين أن تتوحد جهودنا في التصدي له، وأن نؤكد تعاوننا مع الأسرة الدولية درء مخاطره التي تستهدف الإنسانية جمعا. واسمحوا لي في هذا الشأن تسجيل إدانتنا للأعمال الإرهابية التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، مع تأكيدنا لحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مواطنيها واستقرار شعبها. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالتهنئة للصومال الشقيق ورئيسها المنتخب على استكمال انتخاباتها الأخيرة، كما نأمل صادقين أن تتوحد جهودنا لمواجهة مضاعفة الجفاف وشبح المجاعة في ذلك القطر الشقيق. سيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أسمحوا لي أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير على مواقفكم الداعمة للسودان ولقضاياه في كافة القمم والمنابر العربية، ونطلع في هذا الشأن إلى دعمكم ومشاركتكم لإنجاح المؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان، والمزمع عقده في نهاية هذا العام إنفازاً لقرارات القمم العربية 27 في نواكشوط. وأود هنا أن أعرب عن شكري للأمانة العامة التي قامت تشكيل آلية لمتابعة قيام وإنجاح هذا المؤتمر، والتي تم اعتمادها بواسطة مجلسي وزراء الخارجية والاقتصاد العرب خلال هذه الدورة. كما أريد أن أنقل إليكم أننا قد شكلنا لجنة رفيعة المستوى للتنسيق مع هذه الآلية المهمة في هذا الشأن. وعلى ذات الصعيد يسعدني أن أؤكد استعداد السودان لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية في مجال الزراعة. وعلى ذات الصعيد يسعدني أن أؤكد استعداد السودان لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية في مجال الزراعة إنفاذا لمبادرة الأمن الغذائي العربي، والتي اعتبرتها قمة شرم الشيخ أحد ركائز الأمن القومي العربي. وفي ظل أجواء مواتية بعد القرار الأمريكي برفع العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، نأمل أن تستكمل جهودنا المشتركة للرفع الكامل للعقوبات ورفع اسم السودان من قائمة ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديونه وفقا للمبادرات الدولية لإعفاء الديون. وفي هذا الإطار أرجو أن أؤكد بأن السودان يعيش وفاقا وطنيا شاملا بعد أن أكمل بنجاح غير مسبوق
حواره الوطني سياسي واجتماعي في أكتوبر الماضي، ويجري الآن تكوين حكومة جديدة من كل القوى التي شاركت في الحوار بعد أن تم تعيين رئيس لمجلس الوزراء. أصحاب الجلالة والسمو الفخامة، السيدات والسادة، ختاما نأمل صادقين أن تعزز هذه القيمة جهودنا المتصلة لدعم العمل العربي المشترك وصولا إلى غاياته المنشودة التي تحقق أماني وطموحات شعوبنا على امتداد الوطن العربي الكبير. نتمنى لمداولتنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.